التي يقتلها مساحب التي صبرت على أذى فرعون وقومه. لما علم فرعون بخبر إسلامها وإيمانها سامها أشد العذاب، فخرج على قومه وقال لهم: ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها، فقال لهم: إنها تعبد ربا غيري، إنها تعبد ربا غيري. فقالوا: اقتلها. فسمر يديها ورجليها وألقى بها في الشمس ووضع الضحى على ظهرها. يا الله، كم تحملوا، كم تحملوا وصبروا على ما أوذوا وما نكصوا على أعقابهم. فسمر يديها ورجليها وهي المرأة الضعيفة وألقى بها في الشمس ووضع الرحى والصخر على ظهرها، فإذا آذاها وهج الشمس أضلتها الملائكة بأجنحتها، فإذا آذاها وهج الشمس أضلتها الملائكة بأجنحتها. فلما اشتد عذاب فرعون وظلمه وشماتته قالت آسية، قالت آسية رضي الله عنها: ربي، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فأطلعها العلي القدير حتى رأت مكانها في الجنة، فرأت بيتها في الجنة يبنى أمامها، قيل إنه درة من اللؤلؤ، فضحكت رضي الله عنها حين رأت ذلك، وضافق ذلك حضور فرعون، فقال للملأ: ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. رأت ما لا عين رأت، رأت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رأت جزاء ثباتها ورأت جزاء صدقها، فعجل الله لها بشراها في دنياها، فقبض الله روحها ونجاها من القوم الظالمين ورفعها إلى الجنة، فهي بجوار رب العالمين. أليست هي التي طلبت الجوار قبل الدار؟ عجبا لمن يعلم أن الجنة موجودة تزخرف وتفتح أبوابها ثم لا يشتاق إليها ويسعى لها.